السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من قضايا مدونة الأسرة، قضايا إسقاط الحضانة لزواج الحاضنة. لنتابع. ما قلتكش راه يعطيونا واحد البريم في الخدمة الجديدة؟ على انا كتقول لي بحال هاد الخبار الزوينين. ما جاتش المناسبة نقولها لك، خاني ما كنخبي لك والو. عارفه عاوتاني راه ماشي شي بريم، هاي هاد الخدمة بعدا راه كيتهلاو فينا، ماشي بحال الخدمة. ورق دامي قدام الربح عليك، شحال جاني من هنا اللي بغيتي كلشي ديالك. عرفتي ملي كنت صغير اش كنطيح في كورة؟ كيفكرونا في ولدي ملي كان كيلعب في الزنقة بحال هكا. يلا إلهام يلا يلا، راه مول العصير غيسد. يلا مشي ولد الدار، عييت أنا ندخلو أحسن. هي قلتي خرجني نمشي نشرب العصير. مرة أخرى عييت، والله إلا عييت ندخلو. معرفتش منين غنشدك. يلا تا أنا مشي للدار أحسن. العصير اللي خرجنا على قبل زعما باش تبدي داك الوجه نفس الوجه رديتي. دابا قولي يا غمالك. مانيش مراد، ما مانيش عافاك، خليني. ما يمكنش، واش دابا هذه حاله ديال بنادم عادي؟ قولي يا مالك. مانيش مراد، ما مانيش، وفين ما كنكون ساكته انايا تقول لي مالك مالك. بدل ساعه اخرى. واه كيفاش نبدل ساعه اخرى؟ نخرج زعما؟ مراد تقلقتي؟ بصاف سمح ليا، ما تديش عليا. انا مره كنتقلق، ولكن ما تديش عليا عافاك. تا صاحبي راه علاش كيبقاو يحقروا اللعابه ديال الناس؟ تفرجتي في ماتش البارح؟ شو اخويا، الله الا فرجونا الله يعطيهم الصحه. صاحبي الدراري تبارك الله مزيانين اصاحبي. راه قال لك مطرب الحي لا يطرب. ولو ماشي تا للدرجه كاع ديالنا، خاصه اللي تيق فيهم الدراري كيعطيو كاليتي مزيانه صاحبي. انت كاين حتى المدرب تبارك الله عليه. لا ما كانش المدرب راه ما كاين والو. انت لعبه كان المدرب. امك خرجتيها من القلب، دخل على واحد التغامير خليها على الله وصافي. واش داكشي تما؟ الله يسخر. يسخر سي راجل، حنا باقيين صغار شبنا. عندي مشكله صاحبي، ماشي مشكله معايا انا، مشكله مع الوالده، ومع كيفاش غتوصل ليها، كيفاش غتشرح ليها اصلا. شو تشرح ليها؟ ناوي الحلال، ناوي المعقول، فين كاين المشكل؟ ولكن السيده راه عندها ولد. مين عندها ولد؟ معليش الله، وهذا الهضره ديال بيني وبينك، حنا كنفهموا بعضياتنا فهمتي، وعادي عندنا. حتى الزواج الوالدين راه باغينا يرتاحوا من جهتك، راه انت اللي غتزوج ماشي امك. الا الدريه بانت لك بنت الناس عندها ولد عندها حتى خمسه، ومن بعد في كاين المشكل. الا بنت الناس ودريويش الله يسخر ابا، توكل على الله. هذا الزواج ابا خاص تخمم مزيان قبل ما تحط رجليك. وي راه خاص تخمم مزيان، ولكن كما قلت لك الا تلاقيتي مع بنت الناس راه صافي. شنو خاص؟ تفاهموا وتوكل على الله اباتي. عاوتاني كنفكر الدري زعما تخبت شي نهار وقع لك شي مشكل فهمتي، وتولي قال شي هضره اللي غتضرها، تولي خاصك تحسب ليها مزيان اصاحبي، راه ما غاتجيش وغتعفط. حتى واش انت الاول ولا الاخر اللي غيتزوج مرا فايته مزوجه ومطلقه وعندها وليد؟ عادي جدا ابا، اذا بان لك فيها البلان توكل على الله، والوليد حسبه ولدك والله يسخر الامور ابا. وفي نظرك دابا مثلا اش نقدر نقول للوالده؟ ما بغيت نقول لها كون كنتي انت بلاصتي دابا فهمتي وغتبروبوزي. انت غتقول لها الوالده تلاقيت مع واحد بنت الناس الله يعمرها دار فايته مزوجه ومطلقه، راه قلت لك راه ماشي شي حاجه جديده. ناري اون فوا غتقول لها فايته مزوجه ومطلقه الوجهه غيتبدل. وجهها غيتبدل حيت باقي ما عرفتهاش، ولكن منها تجلس معاها وتعرفها وتعرف راه بنت الناس ودريويش راه صافي. شنو وكيما قلت لك راه انت اللي غتزوج ماشي امك، الله خاص انت تفهم مع الدريه وتبارك الله يعمرها دار. توكل على الله ابا، كنقول لك حلالا طيبا. خويا غتمشي معايا نهار غنبغي نجبد الموضوع مع الوالد. وليدي تعاد تقول لي انا نمشي ندوي معاه بلا ما تدوي معاه انت، انا نسبق نفرش ليك تمشي تلقاها ناضيه. الله يسخر ليك اخويا.
تبغى يقول لي من نهار تزوجتك واش تلقى شي معايا شي مشكل؟ ياك اللي قلت لي كندير لك، ياك ولدك حتى هو قلت لي بغيت تشوفو كنصيفطك حتى تشوفي، فين كاين المشكل دابا؟ ما كاينش مشكل، ولكن راك عارف انا كأم راه ماشي راه ما قدرتش اش غنديرو، غنبدلو ساعه اخرى واخا. قول لي اش غندير لك العشاء اللي تشهيتي نصوبها لك؟ تنوضي طيبي اللي تشهيتي اللي تشهيتي. خليني نفكر. يلا شرب هاد كاس الماء وفكر. هاي داك كاس الماء. كون كنتي عزيزة عليا وكان هزتك الهم كاع ما نقول لك هاد الهضرة كاع. يا ولا اللي خدتك عليا. أنا عارفة أنا عزيزة عليك. عمار الطاري. يلا نوضي صايبة شي طاجين يلا. طاجين؟ ديال القوق. شوية جلبانة. لا لا القوق وجلبانة، شي طاجين خفيف بيض والخليع بالزربة. شنو هو؟ النعسو خفاف، حسن. إيوا صافي أنا نصوب لك طاجين. لا النعسو خفاف. لا لا ولا تنصوب لك طاجين. لا لا نصوب لك طاجين. دابا غادي يوجد. واسي سمير الله يهديك. واتصلوا بكم ما كتجاوبش. والله خويا ما سمعتو. غادي نكون كنديرو سيلونسيو ولا شي حاجه. لا لا حالك ما عاجبنيش هاد الايام. وليتي عا كتخمم وتهضر معنا بالتقطار. ياك ما غرقتي كري ديالك تلصقع. مصطفى خويا وليت كنحس بالدار خاويه هاد الايامات. ما عرفتش علاش. الدار خاويه؟ والمراه الجديده ما معمرهاش. انا ما كنهضرش على وفاء. ما كنهضرش على الزواج كاع كله. كنهضر على ولدي. وحشته من نهار طلقت مو إلهام ومشى يعيش معاه ما بقيتش شفته. أسيدي القانون عطيك الحق تشوف ولدك انت اللي الله يهديك. غادي يكون كبر ياك. الدراري في ساكي كبروا. غادي ناخد كونجي ونمشي نشوفه. كونجي كاع تدري فين كاين؟ ياك عقلي بلكان ما في يمين نتلاقى مع راجلها. نقاتلني العجز والزواج دالي الوقت. عرفتي اش غيجيك مليح؟ السيمانه الجايه كاينه واحد العطله وفيها سيمانه وراك ما تشوف ولدك هذيك الساعه. هذه عندك. هذه مزيانه. اجي انت كتعرف العطال ما تعرفش تتزوج وديتها حتى وليدات. اسيدي الزواج خليناه لك انت وحتى الاولاد. شرب شرب. مروان هذا السير دير هنا. شنو دير وحدك هنا؟ حد في حوالة. وفين وجد قاسم؟ شو قاع ما بان ليا؟ كان في الدار. ويني جد قاسم مع الدوقل. خليك وحدك هنا مع البهيم وهو في الدار. سير سير اوليدي دخل البهيم سير. جدك راه مع الدوقل. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جلالة الملك نعلن عن افتتاح الجلسة. ملف عدد 12/2019. المدعي سمير فؤاد ينوب عنه الأستاذ ميلود العالي. مدعى عليها إلهام عبد السلام. ينوب عنها الأستاذ بوشعيب شكرة. واش كاينه شي محاوله ديال الصلح؟ لا سيدي انا كنطالب بالحضانه ديال ولدي رضوان. مدعى عليها الهام عبد السلام كاينه شي محاوله ديال الصلح؟ لا ما كايناش هاد الساعه وانا ما يمكنش لي نعطيه ولدي. وفا العطله جايه غنمشي نجيب ولدي يدوز معنا شي ايامات. ايوا راه من حقك راك نيت تعطلتي كاع. توحشتو مني بدات القرايه ما بقيتش شفتو. مشيت واحد النهار نشوفو وما لقيتهمش في الدار. انا دابا خدت كونجي باش نجيبو معايا يدوز العطله كامله. وانا نسيتيني.
على انت كاين شي حاجه كتكمل بلا بيك. صافي بدات الصباغه. ايوا قول لي هاد العطله امتى بعدا؟ السيمانه الجايه فيها 10 ايام. مزيان. غير انا ما عرفتش علاش تزوجت براجل بولدو، عافين كانوا عينيا. على هو كيشاور. ما كيشاورش. مروان مروان نود نود خرج البهيم نود غدا تسخن عليكم. خلي الدري نعسر باقي الحال. او مالك الا بقى فيك سيري خرجي البهيم في بلاصتو. خليني نفيق الدري راد البهيم باش عايشين وبيهم ناكلو ونشربو. ايوا لما قديتي شي عليه ردو لمو. درك يلا شديت الدري باش يعاونني شويه. واش انا باقي فيا ما يسرح؟ درك قابلتيه ثاني. سيري يا ريل الدري ما ياكل يخرج البهيم. سيري يا ريل الدري ما سيري شويه سيري ما كيتشوفش. هيا غادا هاو قابل على الماكله. بلا مشطر اجي. نود اوليدي نود مروان. تا نود اسيدي تا انا غادي ندير حيحيه هنا باش تفيق ليا. وتا خلي الدري وارد الدري نعس راه باقي الحال. حرام هادشي اللي كدير فيه نتايا. غطي الدري باقي عليه الحال. تيدرك شكون مصيفطك الامم المتحده ولا شكون؟ سيري عطيني اتساعه. واخا غطي قلت لك جيبي للدري ما ياكل. بشويه تحليك الفم تتهيق. مروان شفتك جيتي دغيا اشنو هادشي جايب معاك؟ غير الكتوبه شي قصص. دابا الدري في العطله ما بغيتوش يبقى يلعب مره مره يقرا شويه. ايه ودابا واش من قسم كيقرا؟ انا وقيلة في الثالث من نهار طلقنا انا ومو ما بقيتش نتبع معاه. وقيلة في الثالث. مزيان. إلهام إلهام طلعت قاعدك. ماك شنو واقع؟ خلعتيني شنو؟ في الجوع. ناري داخل إلهام 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 في الجوع خلعتيني. ما تخيش مرة تدخل تقول إلهام إلهام بشوية. واه دابا تخيلي معايا أنا دخلت دابا قلت إلهام إلهام في الجوع. نتوما اللي ضربكم ضربكم على كرشكم الرجالة. ولا لا خطينا عيالات. يا ولا لا خطينا تا الرجالة. قول لي ما لقاش عندك واحد ألف درهم. شنيا؟ ألف درهم. من قبيلة وأنت كتهضري بالجهد وصلتي لألف درهم هضرتي بشوية. عارفه مراد بغيت نصيفطها لبا باش يتعاون مع مروان ولدي. دابا قولي لي هذاك باه والدو ما مسوقش ليه وانا كنصرف عليه واخا يكون بنعطيه هذا. مراد انا راه تنازلت على الحضانه باش نتزوج بيك. الله يخليك. ورا 1000 درهم تنازلتي على الحضانه على قبل زعما؟ انا ما درت والو على قبلك ياك. عارفه درتي بزاف د الحوايج على قبلي ولكن اها وكي غتصيفط لي 1000 درهم كيفاش نصيفطها لي ساهله مع السي العربي نصيفطها لي مول الطاكسي كي بدات الدوار. معمرها دار السي العربي خصوها ما يدي الدوار. ورا 1000 درهم انا ما عرفتش شنو عندي من هادشي كامل كاع. اولي شنو عندك؟ كيفاش شنو عندي؟ عندك انا. ها وانت شنو عندك من هادشي كامل؟ عندي انت. سيري 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 عتقينا جيبينا ما ناكلو. ايوا صافي شديتي 1000 درهم صافي. ايوا شنو نرمج دارك المحيمصه بالحليب. ها أه؟ محيمصه بالحليب. ردي لي 1000 درهم. اري اجي. لا عندك موجد دارك واحد الطاجين فاعل تارك. قلت لك محيمصه بالحليب. وانا غسل يديك نوض. انا نوض نشرب كاس الماء. نوض نوض غسل يديك نوض. مروان
انت فين كنتي فين؟ انا قلت لك سير دخل بهيمكم وتمشيتي قالت حدا السكويله، مشيتي دير حدا السكويله. هاد الخطرين شبح بابك، كنت غادي نخوي لك درك كاس ديال اتاي درك والله لا ضقتي. يلا سير غبر عليا. دفاع المدعي، كتأكدوا المقال الافتتاحي للدعوة وكذا المذكرة التعقيبية؟ نعم سيد الرئيس. تفضلوا. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، للعارض الشرف أن يعرض على مجلسكم الموقر ما يلي: أنه كانت تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها إلهام عبد السلام، ووقع بينهما تطليق للشقاق، وقد أدلينا بنسخة من الحكم رفقة المقال الافتتاحي للدعوة. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث إن المدعى عليها إلهام عبد السلام طليقته تزوجت مرة أخرى من المسمى مراد عبد العزيز، وقد أدلينا بما يثبت ذلك رفقة المقال الافتتاحي للدعوة، بينما تركت الابن مروان فؤاد عرضة للضياع والتشرد، يرعى غنم جده في دوار الجبل في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون متمدرسا بالنظر لسنه، وحيث أن الابن مروان فؤاد لم يعد تحت حضانة أمه، أولاً بالنظر لزواجها، وثانياً بالنظر لعيشه مع جده. سامي شفتك لابس عليك، ورا اليوم السبت زعما ما كتخدمش، فين غادي؟ لا اليوم الأول في العطلة غنمشي نجيب ولدي. ولك راه 8 الصباح هادي غادي تلقاه ناعس. اللهم نمشي قدام الدار ونتسنى لا تعود مودي لشي بلاصة. إيوا على الأقل بعدا خص يكون في خبرها باش دير حسابها وتستناك. عيطت عيطت وقيلا بدلات التليفون، غنمشي قدام الدار على الاقل ونتسنى ولدي تيخرج. سي العربي، اش اخبارك؟ كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله. الدار لاباس عليهم؟ اش اخبار بقاسم؟ واش كل شاف راك عارف شطنط المدينه من هادي لهادو والله ما كنساليهم. سي العربي الله يعطيك الستر وصل لي هاد الامانه لبا. اييه وهادي حتى هي الله يعطيك الستر بارك الله فيك. كوني هانيه باش ما كان غادي يرد لك خبر، انا غدا غادي للبلاد. لهلا خديك راه كنعيط ليه والله ما كيجاوبني في التليفون وقال با والدار النمره عاوتاني. شي باس ما كان، لهلا خديك بارك الله فيك وخليك لك راحه الساعه. الله يعطيك. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث ان الحضانة ترفع على الام في هذه الحالة استنادا لمقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة، فإن العارض يبقى أولى بحضانة ابنه وتربيته والاهتمام به، لذلك فإنه يلتمس من المجلس الموقر إصدار حكم يقضي بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن مروان فؤاد وتمكين العارض من حضانة ابنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في مواجهة المدعى عليها إلهام عبد السلام أو من يقوم مقامها.
صافي انا جايه حمزه ستي هكا ها الخبز يلا كول يلا ايه واش غادي نقول لك ها قاسم طنطليه مزيان هذاك الولد راه خصو يدخل المدرسه راه ما خصوش يبقى يدور لينا هنا يا راه حرام واه الا شفت مو هاد الشيء وسمعت مو هاد الشيء ما غاديش يعجبها الحال داتا عفي يا راه فرحانه برازله وبعرسها فين داتا عفي نساتو وقع كون ما دوك الفلوس اللي كتعطيني نوبه نوبه والله على ما رديتو ليها احيان اش غنقول لك قاسم هذيك راه كبدت كلمه نيه راه وليدنا هذاك راه خصك تحن فيه خصو يتعلم ويكبر سمعي نقول لك سمعي سمعي فلا كبده ولا بطانه اللي عنده شي ولد يشدو عنده واش انا درك عندي باش نربيه عندي باش نكبره ونصبطه ونقريه انت مالك كتدخلي وتخرجي في الهضره ما فيها بس كول كول خليتيني ناكل وافك تهرنين خليتيني ناكل وافك تهرنين ولدي كاين لتحت جا وقلا باش يديه يدي مروان نسيت راه العطله هذه خرجي عنده قولوا لي راه عندك الحق غير في النص ديال العطله يرجع حتى النص الثاني اولا حنا خرجي عاد واش تسطيتي ولا مالك خليه يبقى واقف لتحت تاعي ويمشي في حالاته خليه يبقى واقف لتحت تاعي ويمشي في حالاته السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي الهام اللي ساكنه في سانكيام. علاش كتسولها سيدي؟ من الفاميلا. صونيتي عليها؟ مقبينه وانا نصوني والو ما كتجاوبش. يمكن الهام مشات عند نسابها. الله يرحم والديك اختي شكرا. ماشي مشكل. الله يرحم والديك. ماشي مشكل. وفين مشات الاحياء ود عمي؟ ود عمي. وتا فينا. سبحان الله. والله اخويا الا غرقت بالله مالك اخو تبرزت دابا انا ما فهمتش دابا المشكل بالضبط فين كاين واش المشكل مع المراه واش مع ولدها واش مع راجلها القديم ما عندك المشكل دابا خويا انا راه غادي نسد عليا داك البال اش غتسد بركه عليا اخو مشاكل او انا لهاد الحال انا شو كي كنت يا صاحبي تبان خير وعلى خير انا في العام ماني ربيت اللحيه في حياتي كاع او ما حيلتي الدري ما حيلتي لمو ما حيلتي الناس اللي كيجيو يقلبوا عليه انا وليت محطوط الوسط صافي بحال شي اربيط ديال التنس صاحبي اعتذر ما خلات من المشاكل بنادم خاص واحد شويه ديال الصبر باش تمشي الامور ما راه ما كاينش اللي مهني صاحبي بنادم ما كيبان لك في الزنقه غادي جوج ترونكيل راه كيبان لك راه كلشي بخير ضروري من المشاكل ولكن بنادم خاصو اذا كاين شي ما ترطب وما تدوز دوز ودي الدري كان غا ولدي راه قلت لك شحال هذه يا صاحبي كو كان دري ولدي فهمت هادشي اللي ندير عليه مثلا ما ماشي ما مقصرش من جهتي ولكن حتى انا باغي نعيش حياتي اصاحبي والنهار كامل هو نفس موضوع عيد الدري باه هي تدخل تلقاه هي كتبكي شويه تلقى الطاجين مالح شويه تلقى الطاجين مسوس شويه بزاف عليا يعني. انا ما كنتش كذبش عليك بزاف عليا انا ماشي جهه ديال هادشي كامل انت كنتي عارفني اصاحبي ماشي الانرجي ديالي انا بحالكم راه هادشي اش كندوي معاك عشيري انا عارفك صبار وعارفك ماشي زعما على سبه ولكن راه داكشي اش كنقول لك اذا كاين شي ما تسلك سلك راه فهمني راه بغض الحلال عند الله الطلاق بنادم ما يجي صافي هكا ما تفاهمناش نمشيو نيشان طلاق راه ماشي حل كاين تفاهموا كاين اذا كاين شي مشاكل نفوتوها المهم وكانت كتسمع الهضره اصاحبي هي ما كتسمعش الهضره انا كنقول لها شي حاجه كتقول لي اه واخا وكتمشي كتعاود لينا كلشي اصاحبي ضروري اصاحبي ضروري كل نهار نفس السوجي كل نهار قدت بكي ضروري مره في النهار جوج مرات في النهار وانا راه كنخرج نضرب تماره واش انا نضرب تماره نجي للدار باش نكون مرتاح ولا نجي للدار بالقلق الدراما عندي راه هادشي اللي كاين بنادم راه كيما قلنا راه كيتزوج باش يتهنى ولكن الا كاين المشاكل اصاحبي خويا انا خديت القرار لكل هذه الاسباب يلتمس العارض من المجلس الموقر في الشكل
قبول الطلب في الموضوع التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم، نظراً لأن الإبن مروان لا يعيش مع والدته ويعيش مع جده في ظروف مزرية، نظراً لأن الأم تزوجت من الغير، نظراً لمقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة، الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الإبن مروان فؤاد وتمكين العارض من حضانة ابنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في مواجهة المدعى عليها أو من يقوم مقامه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. ولمجلسكم الموقر واسع النظر. سوعد جارتنا. مع من؟ سوعد جارتنا. نوري على سوعد. شو هنا؟ يا قلت لك خرجي عنده قولي لي راه عندك الحق غير في النص الثاني طلعت يرجع. مراد علاش ما نمشيوش هاد العطله عند داركم؟ شنو نمشيو نديرو في دارنا؟ راه يكونوا توحشونا وانت توحشتيهم. نمشي عند دارنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. جينا ندوزو عندكم 10 ايام حيت توحشتناكم وانتم توحشتونا. اه ما علاش فيها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا غنتبعك في هاد الروينه اللي باغا دير. سطيني بيتي غتسطيني. راه تقدر تكون كاينه في الدار وما بغاش تحل. انا ورا الغداء غنمشي قدام الدار ونبقى نتسناها حتى تخرج على خاطرها. وبلا صداع سمير، سير عندها واتفق معها امتى تاخذ الولد وصافي. واش انتي؟ انا عارف انها ديال صداع. انا بغيت عولدي ولدي وصافي. طلب الله في الخير. بقاسم سي العربي. بقاسم اش اخبارك؟ بسلامة. كيداير؟ لاباس. بخير بخير الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. اخبار الخير اولي. واحد الأمانة صيفطاتها لك بنتك. الله يرحم. وهادو شي حويجات لدم المروان. الله يرحم الوالدين. والدينا والديك. لا نشربوا. لا 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 والله إلا سبقتك أنت الأول. ترى والله إلا كل شيء موجود. الوالدة والله باقي ما شفتها. خليني نمشي نشوف الوالدة. وسير طريق السلامة. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. الله يبارك فيك. واش هذا السي سمير هذا؟ اهلا دريس. كيداير؟ كيداير؟ بحال لاباس؟ كلشي بخير. مزيان؟ صحيح. اش كدير هنا؟ وانت اش كدير هنا؟ انا خويا ساكن هنا. انا جيت نشوف مراد. مراد؟ الدري اللحية. اي سي مراد جاري. كي لاباس؟ المرة اللي طلقتها انا خادها هو. اي فراسي السيدة ديالك كنت مجوجة ولكن ما كنت عارف راك انت اللي كنت واخدها. انا دابا جيت نشوف ولدي مروان. من الصباح انا كنتسنى في مراد ما لقيتوش. مروان؟ اه. ما عايش معاهم حتى شي ولد سميتو مروان هنا سي سمير. وانا داتو هي يعيش معاها. انا اللي كان قال لي مراد فاش يلاه تزوج ولد مرتو راه عايش مع باها في العروبيه. هادشي اللي في راسي انا. العروبيه؟ هادشي اللي في راسي اخويا والله اعلم. وطلع طلع. لا الله يعطيك الصحه. والله يا خويا ما عندي الخاطر. والله ما عندي الخاطر. والله ما عندي الخاطر. والله يا خويا ادريس دابا مراد ما لقيتوش. ما عرفتيش فين لقاه؟ تسول على دار والدي. وفين كاينه دار والدي؟ غير هنا شتي الاقامات جداد. اقامه البركه. سولت تما راه معروف راه نعتو لك تما فين كاين. الله يرحم والديك. ويلا يلا يلا الله يرحمك. خلي مره اخرى. يلا 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 مره اخرى. مره اخرى ادريس الله يحفظك. ايوا يلا شفناك على خير. شكرا خويا. الله يرحم والديك. جبتي سير. الله يرحم والدينا ادريس خويا. الو الو وفا. انا غنتعطل شويه. انا نتعطل شويه غنجي ونعاود لك. يلا الله يعاونك. سلام. دفاع المدعى عليها كتأكدوا المذكرة الجوابية والتعقيبية.
نعم سيد الرئيس، ولنا توضيح. تفضلوا. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث تقدم الطرف المدعي بمقال افتتاحي للدعوة رامين إلى إسقاط حضانة العارضة عن الابن مروان فؤاد بعلة أن العارضة قد تزوجت وتركت ابنها عرضة للضياع والتشرد، إذ أصبح يرعى غنم جديه ملتمسا إسقاط حضانة العارضة تطبيقا لمقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة. وي أنا عبد كنجري يا صاحبي، ما تطيرني. شوف وفينك، فين وصلت؟ فين أنا حدا الباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وبالي بالي أنا حدا الباب. محمود، إقامة البركة. هي دي إقامة البركة. واحد سيد سميته مراد راه كيجي عند والدي هنايا، راه كيش بالك الدري اللحية طويل. هذاك آه كيسكن بروميير إيطاج. الله يحفظك خويا، شكرا. مرحبا والدي. مرحبا أشري. إلهام. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، أولا من حيث الشكل، إن المدعي لم يدخل النيابة العامة في الدعوة ولم يثبت صفته في الادعاء ولم يدلي بما يفيد صفة الابن مروان فؤاد، وحيث إن الصفة هي من النظام العام يمكن للمحكمة أن تثيرها تلقائيا ولو لم يثيرها الأطراف، وحيث إنه يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب لخرق مقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية. ثانيا من حيث الموضوع بصفة أساسية، حيث إن ما ضمنه المدعي بمقاله الافتتاحي للدعوى من مزاعم لا أساس لها من الصحة، والملف خال من أي إثبات يفيد أن المحضون يعيش رفقة جديه وأنه عرضة للتشرد، وحيث إن الطرف المدعي زعم أن الابن مروان فؤاد يرعى غنم جديه، والحالة أن الابن يتابع دراسته بانتظام ودون انقطاع، وتحتفظ العارضة بحقها في الإدلاء بما يفيد ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ويلي يا سي سامي، الحشومة على القعو من الساعة وانت ناشرني هنايا. الطريق عامرة خويا مصطفى، والله إلا الطريق عامرة. شتك ما عجبتينيش؟ وجهك مخطوف ياك لاباس؟ بلاتي نشرب هاد الكاس ديال الماء ونعاود ليك. وي انا عبد كنجري يا صاحبي، ما تطيرني. شوف وفينك، فين وصلت؟ فين انا حدا الباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وبالي بالي انا حدا الباب. محمود، اقامه البركه. هي دي اقامه البركه. واحد السيد سميته مراد راه كيجي عند والدي هنايا، راه كيش بالك الدري اللحية طويل. هذاك آه كيسكن بروميير إيطاج. الله يحفظك خويا، شكرا. مرحبا والدي. مرحبا اشري. الهام. اش كدير هنايا؟ شكون وراك الدار؟ مشيت عند الدار اللي كنتي ساكنه فيها وما لقيتكش، بغيت نشوف ولدي. مشى عند جدو يدوز العطله. العطله؟ مشى يدوز العطله ولا عايش تم؟ كيفاش عايش تم؟ قلت لك مشى عند جدو يدوز العطله، ماك ما كتفهمش. وانا بغيتو دابا ندي معايا، بغيت نشوفه. سير سال العطله الجايه ورجع، هاد العطله راه عارفها قصيره دغيا كدوز، خليه مع جدو هاد المره. لا لا اسمعي لي، جيت عندك ديك النهاريات قلتي لي خرج مع راجلك، جيت عندك النهار الاخر ما لقيتكش، جيت النهار الاخر قلتي لي خرج. بلا ما نقوم نتحاسبوا دابا، الدري راه العطله دازت فيها النص، خصني نشوفه. سمير، انا زربانه مسخره دابا، خليت العطله الجايه ويدوزها معاك. سير الله يهنك. سير الله يعاون. مية في المية هذه مخبيه عليك شي حاجه، وحده من الجوج، يا اما ما بغاتش تشوف الدري كاع، يا اما الدري ما عايش معاه. واش بصح السيد قال لك الدري عايش مع جدو؟ انا قالت لي الهام بلي مشى يدوز غير العطله بوحدو بلا ما تمشي مع امه. لا كاينه شي حاجه. ايوا رجع نسول دريس.
سيدي علاش ما تمشيش عند جدو تاع وتعرف الحقيقه؟ مزيان هادي غدا نمشي. اما كاين لا غدا لا بعدو تاع عصابي، ولا مشيتي غتريب الحفله. ايوا شكون غيمشي؟ انا. مالك عطيني المعلومات غدا نجيب لك الدوسي ديالو. انت دابا زعما تقدر تمشي تما وتسول وكلشي ديرو. السي سمير الله يهديك، ارتاح مع راسك، قلت لك غدا غيجيك الدوسي في الليل. الله يرحم والديك اخويا. الا هنيتيني الله يهنيك. الله يحفظك. السيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث إن الملف خال مما يستوجب إسقاط حضانة الإبن مروان فؤاد، وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب بصفة احتياطية، حيث زعم الطرف المدعي أن العارضة قد تزوجت بعد طلاقها، وحيث إن المدعي رغم علمه بزواجها لم يطالب بحضانة ابنه ولم ينفق عليه كونه قد تزوج مرة أخرى وأهمل ابنه. كيف سيعيش الابن مع امرأة أخرى مع زوجة أبيه؟ سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث إن مقتضيات المادة 176 من مدونة الأسرة تنص على ما يلي: سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته، حيث يتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط طلب حق المدعي في المطالبة بحضانة ابنه. لكل هذه الأسباب تلتمس العارضة من المحكمة المقرة أولاً من حيث الشكل، بعد معاينة أن صفة ومصلحة المدعي في الدعوة غير ثابتة لخرق مقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية. ثانياً من حيث الموضوع، تطبيقاً لمقتضيات المادة 176 من مدونة الأسرة التصريح برفض الطلب، وللمجلس المقر واسع النظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت نسولك اخويا على واحد السيد واخا. مرحبا. شكون؟ قاسم. قاسم العجان، كتعرفو؟ الله هاوتي. انت واش من العائله؟ لا، انا صاحب نسيبو. وليا ولد بنته جاي يدوز عنده العطله ديال الايام. لا، ولد بنته؟ ولد بنته راه عايش معاه من نهار با طلق بنته. وهادي ما في خبرناش. انا اخويا سخرني هاد باه، عطاني شي كتوبه وشي حوايج، قال لك ديهم لي هاد العطله هادي. هادشي اللي كاين. كتوبه؟ والدري قرا حتى فوق القرايه، بقى في العطله. حنا اللي في خبرنا الدري راه باقي كيقرا. الدري راه كيسرح البايم جدو قال لك يقرا، وتا صاحب كذا ناعس ما في خباروش ولدو واش يقرا ولا جالس ولا شي يدير. اش غنقول لك اخويا، ملي طلق المراه تزوج والمحكمه حطات الحضانه لمو، هو كيتسحب الدري غير غادي جاي عند جدو، ماشي عايش معاه زعما بحال القديمة. هاتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذاك قاسم قلبو قاسح. الزغبي منين ما قعدش على الولد، خليه يلمو. أخويا على هذا الحساب هذا نمشي نشوف الدري مني ليه، نعطي هذه الأمانة هذه اللي صيفطوا لي معاه. أنا شبيني وين هذا الشي قاسم هذا؟ قول لي الله يرحم لك الوالدين، الدري فين غنلقاه؟ الله يرحمك. الدري راه تلقاه سارح البايم. شي هاني شي الخلالي راه تلقاها تما. واخا خويا الله يرحم الوالدين. والدينا والدين. الله يرحم الوالدين. نعم. الله يصاوب ليكم. انا درت لافوت مني ما كنتش كنمشي نشوف ولدي وفا. ايه وما عندك ما دير. ودابا واش دويتي مع صاحبك مصطفى؟ كنعيط ليه مسكين، واقيلا ما عندوش الريزون.
باقي لا هو. الو مصطفى اخويا. نعم كنسمع. كيفاش؟ واش بصح هادشي اللي كتقول فيه؟ صافي اخويا صافي، انت دابا صيد صافي، تجي ونطلق الله يحفظك. صافي تجي ونطلق وصافي. السلام عليكم. السلام. والله لبقات فيها بالله، هادي راه ما فيهاش حس الامومه. واش هادي ام هادي؟ ياك لاباس، اش وقع شي حاجه لمروان؟ انا كنت صحاب الدري نهار طلقت كيعيش معاها، هي صيفطاتو للعروبيه. يا واش فيها؟ مال العروبيه؟ واكو كانت العروبيه ما كاينش مشكل، راه زيدوه يسرح، خرجوه من القرايه وزيدوه للسرحه. انا كنت صحابو في المدرسه وشاري لي القصاص. لا حول ولا قوه الا بالله. وتهدد باش تعرف شنو غادي دير. والله لا بقى ليها بالله، الدري غناخدو، غناخد الدري غنجيبو عندي. اول حاجه تزوجت، ثانيا هامل الدري غنجيبو يعيش معايا والقانون معايا. ايوا ها انت قلتها، القانون راه معاك، ما تشوفها ما تشوفك. مراد مالك بقي مقلق عليا؟ هو صافي، واش نهار تزوجتي بيا لقيتيني بوحدي تي راه لقيتي معايا ولدي. وصافي ما كتجيش معاك التقليق، اضحك. واخا لاله، نهار تزوجت بك خصاتك شي حاجه؟ لا. طلبتي شي حاجه وما جاتش لك؟ لا. وانا راه وليت عايش في المشاكل. انا ما باغيش شويه في الدرب، هذاك السيد راه ما كنعرفوش، ما باغيش نعرفو انا اصلا. عيطت لبا اليوم وقال لي شي حد كيسول في مروان، عندك يكون سمير دار شي دعوه. هاد انت ما كتسمعيش الهضره، انا اش قلت لك النهار الاول؟ اشنو؟ قلت طرقي المسمار مع بواه وقول لي الدري راه عايش مع جدو. طرقي المسمار مع بواه، واش لقيت المسمار اللي غادي نطرقو؟ عيقتي يا مراد، والله الا عيقتي. شوف انا غدا غنمشي عند با، هذا غادي يكون شي حد صيفطو تما يبركك عليه وياخذ ليا الدري. عفاك يا مراد، غنمشي غدا. اش قلتي؟ شنقول؟ واش ديري ديري صافي، ما عندي ما نقول لك، ديري اللي بغيتي. ولدك هذاك، ولدك هذاك، يعني حنا نريحو ما ناكلو بحال عباد الله، ما نشربو بحال عباد الله. المشكل الوحيد اللي دار عندنا في الدار هو هذا. واش انا قلت لك شي حاجه؟ قلت لك غير غادي نمشي نجيب ولدي، ما فيها والو. نجيب ولدي حتى هي مشكل. اجيبيه صافي، ما قلت والو حتى انا، سير جيبي ولدك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شريف بخير؟ لا بس الحمد لله. مالك انت راجل الالهام ياك؟ اياه. بغيت ندوي معاك واحد دقيقه. الله يجازيك بخير. ريح ريح. وجيت ندوي معاك في واحد الموضوع وما ديرهاش مني قلت صواب. الله يسمعنا اخبار خير. شنو هو؟ هذاك الطفل ديالكم اللي عند جدو راه مكرفص مسكين. واش الطفل عباد الله بلاص ما يمشي السكويله مصيفطونو يسرح البهيم، والطفل مسكين مازال صغير، راه تقهروا الشمس وقهروا البرد. والله الا حرام. والتسامح في الدري؟ والله الا مكرفص. تسامح في الدري؟ هذاك راه ماشي ولدي اشريف. كيف تسامح في الدري؟ انت اش تقول؟ هذاك رانا تزوجت امه مطلقه وهو عندها. لا حول ولا قوة. واش جدو كيسرح بيه الغنم؟ وانا سير نكذب عليك؟ والله العظيم الا الطفل راه مسكين يسرح الصباح كامل وما يمشيش للسكويله، والدري صفر وضعاف مسكين. حنا دابا كنصيفطوا ليه الفلوس باش يصيفطوا للمدرسة وكي. وسير طلع على الطفل وشوف شنو خاصه وشنو ما خاصوش. علي بقات تصيفط ليه الفلوس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والمهم انا اسمح لي يا شريف، انا راه بقى فيا الطفل بزاف، والله الا بقى فيا بزاف. السلام عليكم. الله يرحم لك الوالدين. والدينا ووالديك، ودي فيه الاجر في سبيل الله، ورا ربي يعوضك. السلام عليكم.
سيد ممثل الحق العام، كتأكدوا ملتمساتكم الكتابية؟ نعم سيد الرئيس، ولنا توضيح. تفضلوا سيد ممثل الحق العام. سيد الرئيس، السادة القضاة، إننا نؤكد ملتمساتنا الكتابية المدلى بها بالملف، مؤكدين أنه بناء على المقتضيات القانونية المشار إليها في الفصول 91 من قانون المسطرة المدنية والمادة 376 من مدونة الأسرة. عرفتي السي سمير، مزيان ملي رفعتي دعوة ديال استرجاع الحضانة. اللهم أخويا وولدك يبقى معاك. أنا درت الدعوة وكنت سنة دابا في المحامي مني توصل الجلسة يعيط ليا. دابا إلهام غتكون وصلتها للاستدعاء ياك؟ غادا تكون وصلتها. أنا باغي تيسالي هاد الملف أخويا مصطفى. شوف راك غادي مزيان، غير هو بقى غادي قانوني. أنت عصابي، ما عندك لا هضرة ولا كلام مع المرة الأولى، ما تهضر ما تتكلم. أنا باغي على ولدي ونبينا عليه السلام، ما باغي لا صداع لا والو. ما بقيتش غادي نشوف ولدي مراد، هيا خذ لي ولدي زعما. نقول انت كتهضري على اساس هاد ولدك انت كتشوفيه ديما؟ واخا ما تشوفوش ديما، المهم راه عارفه كاين عذب، المهم غير ما ياخذوش ليا. دابا ما تزربيش، خلي المحامي يدير خدمته. الا حكموا ديك الساعه ان الدري غيبقى عند باه، راه عندك الحق تشوفي. بارك عليا من تلبكه. سيد الرئيس، السادة القضاة، بعد الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي سمير فؤاد في مواجهة طليقته السيدة إلهام عبد السلام من أجل إسقاط حضانتها عن الابن مروان فؤاد بعلة زواجها، وحيث أجابت المدعى عليها ملتمسة من المحكمة التصريح برفض الطلب. سيد الرئيس، السادة القضاة، حيث إن هذه النيابة العامة بعد اطلاعها على الوثائق الموجودة بالملف وبعد مناقشة القضية يتبين ما يلي، حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن المحضون مروان فؤاد وتسليمه للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر، حيث إن الحضانة تؤول قانونا للأم بعد الطلاق ولا تسقط عنها إلا بمقتضى حكم قضائي طبقا للمادة 173 وما يليها من مدونة الأسرة موجبة السقوط. أحياني هذا الولد هذا شاف معك الويل ما بعد ويل وتمر الكحلة. واه مالك درك شفتي ميت الجوع؟ راه بحالو بحال القران والدوار. إيوا ولاد الدوار راه سيرين يقراو، هو السير يدير. ها دخلت عليكم الله، شكون اللي مسلطك عليا في هذا الليل هذا؟ ملي تجي مو تديه عليا وتديك تتي. ياك ما حشمتيش. وهذيك راه بنتك وهذا راه ولد بنتك، وانا خويا عبرانية ها خليني عليك في التيقار. لا حول ولا قوة بالله العلي. سمعتي الأستاذة شنو قال لك؟ إلهام راه جابت الولد لعندها وكتقول باللي ما خرجتش من المدرسة. تقول لي بغاتها لالا، قضية خاسرها خاسرها، سمعتيني؟ ومصطفى راه شاف كل شيء بعينيه، والناس ديال الدوار راه كلهم شاهدين. دابا خلي الإجراءات شدة طريقها، وملي تحكم لك المحكمة باسترجاع الحضانة، خذ مروان وفدي ليه ما فات. أنا خايف غير نجيبو للدار وتقلقي. بالعكس، ما غاديش نحرمك من ولدك. أنا بالسعدات يجي ويعمر علينا الدار بيد ما يرزقنا الله بشي وليد ولا بنيته. يا ربي يا ربي الله ييسر الأمور. يا ربي آمين. رخصنا نشدو الطاكسي. يا الله زيدي. سيد الرئيس، أسد القضاة، حيث إن المدعي أدلى بنسخة حكم قضى بثبوت الزوجية بين المدعى عليها وزوجها مراد عبد العزيز. هذا الحكم كان بتاريخ 12 ماي 2018، وهو ما يجعل الطرف المدعي كان له العلم اليقين بواقعة الزواج، وزواج المدعى عليها حاصل بهذا التاريخ، أي أن رفع الدعوى
كان بعد مرور 7 أشهر على زواج الحاضنة تطبيقاً لمقتضيات المادة 176 من مدونة الأسرة. سيد الرئيس، السادة القضاة، حيث إن المحضون مروان فؤاد عمره 8 سنوات، وبالتالي فهو غير مشمول بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 175 من مدونة الأسرة، وحيث إن مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد مدونة الأسرة بالباب المتعلق بالحضانة. لكل هذه الأسباب نلتمس من المجلس الموقر تطبيق القانون ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر. مداولة لجلسة. بعد أن تتبعنا القضية تمسك المدعي في جميع مراحل الدعوة بطلبه الرامي إلى الحكم بإسقاط الحضانة لزواج الحاضنة. أجابت المدعى عليها ملتمسة من المحكمة التصريح برفض الطلب. ملف مداولة لهذه الحلقة. ثبت للمحكمة أن الحاضنة هي متزوجة، ومن شأن ذلك أن يخل بواجبها كحاضنة ويستلزم أحقية المدعي في الحضانة تطبيقاً لمقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة علنياً ابتدائياً وحضورياً أولاً من حيث الشكل بقبول الطلب، ثانياً من حيث الموضوع الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها المحضون وبتسليمه إلى والده مع إبقاء الصائر على عاتق المدعى عليها وبرفض باقي الطلبات. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ومع قضية أخرى.